أنا اليوم تفاجأت بهذه المؤسسة اللي كان كلها كل الشكر اللي جات أو بالنسبة حتى بالنسبة للمنظومة في الحق التربوية في شخص السيد المدير اللي بحث على هاد الناس اللي هما أكوا أسيستونس ماروك بشراكة مع ليديك اللي في الحقيقة شرفونا وما أنهم داروا هاد البناء ديال المرافق الصحية. فهذه في الحقيقة راها نقطة مهمة بالنسبة كتحد من الهدر المدرسي لأن أغلبية الجامعات القروية والمدارس القروية كتعاني من هاد المرافق وغالبا ما كتكون كتأدي الهدر المدرسي. فكنتمنى وأنا في الحقيقة أنا دائما جنود مجندة تحت من طبيعة الحال ولاء ديال صاحب الجلالة نصر الله أن نكثروا من هاد الجمعيات وهاد المؤسسات باش يكونوا شريكين لهاد المؤسسات ويكونوا لأن ما يمكنش كل شيء يديروا الجامعة وما يمكنش كل شيء يديروا الوزارة التربوية ولكن ضروري خص يكون شركاء لكي يساعدونا. فأنا كنوجه لهم الشكر الموصول للرئيس لهاد المؤسسة اللي شاركت واللي اهتمت في الحقيقة بهاد المجتمع القروي اللي غالبا ما كيعاني من هاد المرفق ولكن الحمد لله فهذا كيشرف كما كتشوفوا كيشرف التلاميذ ومن خلال هذا كنوجه الشكر لهم كثير والشكر للسيد المدير اللي جميل واحد المجهود وجمعيات الآباء وشكرا. كيف ما كتلاحظوا هذه الصبيحة تشرفنا باش نحضروا في هذا النشاط اللي كتقيموا هذه المؤسسة بمساهمة وبمعية الشركاء ديال المؤسسة التعليمية للجماعة المحلية ولل الشركاء الأساسيين منهم جمعيات الآباء وجمعيات أكوا أسيستونس تابعة لفونداسيون ليديك من أجل إحداث واحد المرفق الصحي داخل المؤسسة لاستفادة التلميذات والتلاميذ منه كمرفق أساسي داخل المؤسسة. وكتلاحظوا حتى الجو دابا شفنا وكيف ما شفتوه بشكل عادي راه كتشوفوا أمامنا كيبين باللي راه المؤسسة التعليمية راه في واحد الحلة جيدة وهذا المرفق اللي كيكون ضروري. بغينا غير بهذه المناسبة من خلال المنبر ديالكم نتقدموا بالشكر الجزيل لهاد الشركاء ديالنا لمساندة المدرسة المغربية للقيام بمهامها. نتقدموا كذلك بالشكر الجزيل لكل الهيئات المنتخبة السيدة رئيسة الجماعة ومن خلالها المجلس الجماعي وكذلك الشكر الجزيل لجمعية الآباء وجميع الأطر الإدارية والتربوية بهذه المؤسسة. نتمنى التوفيق للجميع في أفق أن نحقق الأمال المعقود علينا من خلال التزامات ديال المنظومة التربوية بتنزيل أحكام قانون الإطار 51/17 لا سيما المشروع رقم 6 المتعلق بتأهيل مندمج المؤسسات التعليمية اللي حاليا كنشتغلوا فيه بقوة داخل جميع المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية برشيد من أجل تأهيل جميع الفضاءات ديالها وإعداد المؤسسات لتكون في رونق جيد خاصة ونحن نتطلع لإعداد دخول المدرسة المقبل.